هنا شكل لعبة ماينكرافت دلوقتي. انا في ماينكرافت هنكمل شوية خشب. كده كفاية خشب. ايه ده كروين كروين يا شباب. بتهقع. ما في تايمر انا خايف بدأ معايا يا شباب. دلوقتي انا رايح عند كراويين بقى على الكرمين. انا عايز اي حاجة اول حاجة اشوفها عند كرمين ناخدها. مفيش حاجة هنا. مفيش اي حاجة حتى دلوقتي. مفيش اي ستفش. فيه فيه ايه من ده؟ شايف من عشان حاجات حلوة قوي. دلوقتي يا جماعة انا حتى دلوقتي ما لقيتش اي حاجة حلوة هيتر. لقيت سرير اهو. بتفرج عليا نحر. هحرق دلوقتي الخشب. اهو كده كفاية. فرق رافتين كتير هنا. انت بتبقى يعني هنكمل روح شوية حاجات. ساكن من الكرم
ايه هروح له دلوقتي. نروح فين؟ ما شوية بروح من ده. أنا عايز أعرف فين الكروية. أنا كنت شايف الروية. طيب يا شباب، أنا هطلع شوية في البيت. ورا في هنا حكم. قاعد اول بكر. هنسجل تحت الارض. دلوقتي انا هروح عند كروني دوت تشوفي باي. انت ليه مش بتبيع حاجات النايل؟ تعالى انا اسم في المشتاش. وانت بتبيع ايه؟ او الطنطا. راح اجيب لك البتاعه واديلك. هو بس كان معروف شوية من دولت وهو كفاية كده. طب معتبر كمية.